رسالة القيامة، القيامة تعطي المصداقية لأقوال المسيح أنه فعلا ابن الله. القيامة هي التأكيد للاهوت المسيح. القيامة هي طبعا تأكيد أن العمل قد تم وأن الكفارة قد أكملت وأن كل شيء عمل لخلاص الإنسان. القيامة هي أساس ثقة المؤمنين بقيامتهم والحياة الأبدية. يوما ما سنقوم مع المسيح لأنه أبطل الموت وأنار لنا الحياة والخلود بواسطة الإنجيل. بالقيامة نلنا التبرير، مكتوب الذي أسلم من أجل خطايانا وأقيم لأجل تبريرنا. القيامة هي مصدر خلاصنا، لأنك إن اعترفت بفمك بالرب يسوع وآمنت بقلبك أن الله أقامه من الأموات خلصت، لأن القلب يؤمن به للبر والفم يعترف به للخلاص. ثم القيامة أحبائي له تأثير على سلوكنا الروحي، سلوكنا المسيحي، سلوكنا اليومي. قمنا مع المسيح لنسلك بالحياة الجديدة، لنتشبه بالمسيح الحي الذي قام من الأموات.